فيم طريقه سلامه لكافه مستمعينا اللي في الكياسات وحده وحده. سلامات للي متونسين بينا في الدار، ان شاء الله يا رب تكونوا تعديوا معنا وقيته حلو. اليوم نحكيوا على العلاقات العاطفيه، التعارف وقت يكون في نفس الوسط المهني، وقت يكونوا يخدموا مع بعضهم زوز من زوز الاطراف، الشريك ولا الشريكه، ثم تطور العلاقه الى الزواج. هل هذا يأثر على العلاقة الزوجية وعلى الأسرة أم لا؟ سمعنا بكر شوية آراء المختصين في علم النفس والعلاقات، أنه العلاقة وقت تكون موجودة ومحصورة بالصويعات في الدار وفي الخدمة، كما عندها إيجابيات عندها زادة سلبيات. أنتم كيفاش عشتوا تجربة هذه، ولا كيفاش تشوفوها زادة برأيكم على 72-280-300؟ معنا مدام حنان، أهلا وسهلا، مرحبا. الله يخليك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ الحمد لله، نحب نسلم عليك وعليك بالكل، يعطيك الصحه. مدام حنين، ما نعرفش تكون عندك شكون في لونطواج نتاعك، شكون من العائله؟ اي اخوتي هما رجالهم يخدموا من بعضهم. بي باش نحكي لك على بوان، احنا راجل الشرقي ما يحبش، يحبوا مجتمع ذكوري، ما يحبش المراه تكون اقوى رتبه منه في الخدمه، ولا قوي عليه مثلا تعطيه لي زوردر وكل ماذا بيه هو ياخذ السياده. احنا ديما هكاك، مش احنا مجتمع العربي مش كيما لي زوروبيان مثلا. قد يصير، قد يقع معناها بنسبه اكيد. أي. قد يقع مثلا تكون هي اقوى منه، مثلا تكون عارفته تولي له عقده، تولي له مشاكل من الاول، محليها يراها لا بي اونغوز وكليك، بعد هيك تولي هي مثلا تعطي اوردر ولا تعطي خدمه ولا حاجه، يراها كانه نقص، معناتها يحس قلق قدام الزملاء نتاعو. فوالا، يراها كانهم ما تنجحش العلاقه، مكثرين ديما هيك اكثر بوان يتعاركوا عليها. كنت تبدا مثلا لازم هي هو يكون عارفها مش هي تكون عرفته. اون باغالي كل مثلا باش يبداو يخدموا بعض 24-24 يبداو في وجوه بعضهم. هذاك يعمل ستريس، وهي تغير عليه وهو يغير عليها من غيرها، تولي ما نعرفش شنو، شبيك كلمت هيك، شبيك سلمت مع هيك، شبيك فدلكت مع هذيك، شنو الحكايه كذا، تولي مشاكل، تولي ضغط، تولي بريسيون، تولي بالحق العلاقه ما عادش، تولي فاشله فاشله على الاخر. تولي مش مشكلتهم الفلوس، مشكلتهم حكايه اخرى، خاطر الفلوس موجوده، فما برشا 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 لاباس عليهم وما يتكلموش على البوان هيك. كل مثلا هو يبدا مثلا اقوى منها، اقوى هي تبدا اقوى منه، عرفته، ما يقبلش لي زوردر، ما يقبلهاش، ما يحبهاش خير منه، لازم هي تكون هو خير منها في كل شيء. مجتمع الشرقي هذيك العقليه، واحنا لازمها تتبدل عادي. كي مثلا المراه كي مثلا عرفته ولا تعطي هي لي زوردر ولا حاجه، هو هذا موجود بطبيعه بالنسبه، ما مانيش اللي نحكي ب 100%، ولكن موجود معناها كيما موجود حاله كيما الهكيه. فما حتى في اول اليوم حلقتنا سمعنا فما اللي يقول لك راهو وقت لي وقت لي مثال انا نكون بي دي جي ولا نكون انا اكثر جراد من مارتي في نفس الشركه، وقت لي هي تجي روتار شويه، ولا وقت لي نوعا ما ساعات عندها غياب اكثر من الزملاء الاخرين، ديما يكون العقاب اقل شويه من العباد الاخرين، معناها ديما كان انتفضوا مره مرتين. هذايا برشا ناس شافوه وعاشوه، قالك معناها اثر حتى على الشريكه في حد ذاتها، اثر حتى على المؤسسه المهنيه اللي هما قاعدين موجودين فيها. فوالا، وما اكثر حاجه راهو لي كونتاكت. كل مثلا هو مثلا بريت معين، كي تبدا خطيب تستقبل مثلا يفدلك مع اصحابه، يضحك مع اصحابه وكذا، اوك كي تبدا مرته ما عادش يساعدها تغير، وبالذات هو يغير، تولي برشا غيره، تولي برشا تشنج، تولي برشا مشاكل، و24 تولي هي نهار كي نقدتو وين مشيت وين جيت اش عملت مع شكون كلمت، يقول لك تخنقني في الخدمه وتخنقني في الدار، في الدار ماشي في الدار، يولي تعدى على حريته، تولي كانها تعديت على حريته، ما يراهاش محبه وغيره، لا يراها خنقه، خنقته، فهمت؟ حاجه هكا اللهو الزايده، ولا خلينا نقول احنا التواصل الزايد اللي يكون ما بينتهم، الكونتاكت اللي اكثر من القيمه نتاعو، وقت اللي انا نعرف احنا كل واحد عنده وقته في الخدمه يكون بعيد على الشريك نتاعو، ولكن وقت اللي يكون معناها في الخدمه وفي الدار معناها برشا ضغط، برشا معناها تواصل. حتى شفنا من اراء المستمعين اللي كانوا معنا قبل بكري شويه، معناها حتى قالك ما عادش نجموا حتى نتوحشوا بعضنا.
يكونش نقول هيك بو هيك ما عادش نجم خاطر 24 في الدار في وجهه في الخدمه في وجهه ما فانيش هكا شويه هكا باش يتنفس هو ياخذ لهوي ولا هي باش تنفس ياخذ لهوي تقوم 12 نص ساعه وهما في وجوه بعضنا في وجوه بعضهم فانيش هكا شويه فراغ كيف باش ياخذ هو شويه شويه حريه وهي باش ياخذ شويه حريه تفدلك معاها ما تنجمش تلقاها هي عايشه في سيركل ما تنجمش تخرج منه هو عايش في سيركل ما نجمش يخرج منه يولوا يمشيوا ديريكتومون ديفورس يقول لك كاكاها وشكا بور سوا انت على روحك وانا على روحي مش مشكله فلوس مش ديما راهو تلاقي مربوط بالفلوس راه عندها حتى ساعات الفلوس ماهيش حتى تعمل حتى مشكله بالعكس هي تلقاها تخدم ماهيش مستحقه هو يخدم ماهوش مستحق ما المشكله وين هو خاطر هي تعديت على حريته وهو تعدى على حريتها واحنا الانسان هو حر بطبعه معناتها الانسان ماذا بيه تليق بطبعه فهمت ما ينجمش تولي تعديت على حريته هذيك يعمل مشاكل ولي لها بريسيون ولي لها ستريس تولي هنا كامل ستريس تكره الخدمه وهو زاد كيف كيف يكره الخدمه تعمل شفتوا في التدريس هو ستريسي وهي تبدا ستريسي مع الشارج مع التلامذه والشارج نتاع الصغار وكيف كيف نفس الحكايه شفتوا في التعليم معناتها ولا في الصحه ولا في اي دومين لازم فيه تعب الخدمه بطبيعتها فيها شقاء وتعب فوق الشقاء والتعب فوق تلقاها ستريس وتلقاها على اعصابها وما عادش تعطي حتى روندمون اللي يلزم تعطيه وفقط كما قلت لك مثلا احنا راجل شرقي ماذا به المراه ما تكونش عارفته مادام ولات عارفته بوان دانتروغاسيون ما يقبلش ما يقبلش المراه اقوى منه تولي هذيك كومبلكس فما عباد فما شكون يقبل فما شكون ما يقبلش بطبيعه لا قله بقله خاطر احنا الرجل ديما يقول انا قوي وانا السياده وانا كذا وانا كذا كذا بقله 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 خاطر احنا مجتمع شرقي وصلناش للاوروبا كتفتح مازلت هكاك عقليه هذيك هي عقليتنا صعيبه تحب لنا باش نتبدلوا فهمت اما يعمل مشاكل راهو يعمل ضغط تولي هي تروح للدار ستريسي على صغارها وستريسي في الدار والدار تولي جحيم وعرق ومعروك وتولي الحياه لا تطاق تولي ديفورس ديريكت دونك تقول انت هذايا رايك هذايا اللي نوعا ما يشكل واحد من اسباب الكبرى للطلاق لما يكونوا معناها الشركاء موجودين في نفس الـ 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 الخدمه تشوف انت معناها الخدمه في نفس البلاصه تكون خلينا نقول احنا الخاقه لكل كوبل ما فماش ليسباس ليبر ما فماش الزون كونفور نتاع كل واحد فيهم اللي يكون بعيد على الاخر دونك هذايا من يفقد من الاسباب اللي تفقد القيمه قيمه الحب اللي ما بيناتهم مدام حنان يعطيك الصحه رايك على شاركت معنا صوتك المزيان يعطيك الصحه شكرا لك نهارك زين انت احلى بس مريقه عشاء شكرا لك دونك انتم كيفاش تجربتكم مدام حنان دونك من الناس اللي كونتر نوعا ما العلاقه العاطفيه وقت اللي تكون في بين زوج اطراف في نفس الخدمه دونك تشوف انه تكون فيها برشا سلبيات تحطم الانسان تحطم الشخصيه تحطم الغولاسيون تاع الكوبل فما شكون لي العكس يقول لك بالعكس وقت اللي نكون انا والشريك ولا الشريكة بتاعي في نفس البلاصة نخدم أكثر نكون مرتاح في الخدمة نكون مطمئن وقت اللي روح للدار تكون هي موجودة معايا وصلت من نجم مش نبعد عليها دونك فما زوز آراء بطبيعة فما الإيجابيات والسلبيات فما العلاقة الناجحة والعلاقة الفاشلة اليوم حتى شنو تأثيرها في حد ذاتها على المهنة على المؤسسة مش كان على العلاقة الشخصية فحسب لمازال نسمع في تجاربكم وصفاتكم لكل 270-280-300 شوية أخرى بتبيع تجيكم فقرة الاستشارة القانونية مع المحامي والحقوقي عبد العلي الجبي نحكيه على واحد من الإشكالات اللي يواجهوكم في حياتكم اليومية ولكن من الوجهة والجهة القانونية دا يخدج متخليونا مشاكلكم واقتراحاتكم كنت حبوا تستفسروا عليها أكثر على 270-280-300 مدي ساعة و53 دقيقة ماشيين بالموزيكا ورجعينا.